هذا لو نيجي نشوف ك big view on every device of the network عنا، لو نحكي عن هنا اللي هو عم نحكي عن application، عن network edge، عن host معين. هلا ال host هو ال application، هذا عنده application transport network link physical all the layers. فكل ال entities هذول كل ال layering معمولهم implementing على هاي النود. هلا الراوتر حكينا هو للاير 3 راوتر، فهو عنده فيزيكال لاير، لينك لاير، نتورك لاير. نشوف هذا هوست ثاني، هذا هوست ثاني، وعندهم ال 7 لايرنج ال 5 لايرنج. هلا التواصل بيتم ابلكيشن، هذا مضطر انه يبعث مسج، فالابلكيشن تبعث المسج للترانسبورت لاير، ترانسبورت لاير بتضيف فيها حسب شو بدها تضيف، بعدين بينزل للنتورك لاير، بيروح على اللينك لاير، بعد على الفيزيكال لاير، وبيروح اوفر ذا لينك المسج اللي انا بعته. فهي هي انا ترانسبورت حكينا لو كان عم يحكي بير تو بير، فالترانسبورت بتاخذ الداتا من الابلكيشن لاير وبتبعتها للترانسبورت لاير على انذر هوست. ذن في عندنا رح يكون عندنا اكنولجمنت رح يجي من الترانسبورت لاير للهوست الثاني يبعث اكنولجمنت. هلا بس يبعث اكنولجمنت انه وصلته رح يرسل الداتا للابلكيشن لاير. هلا هيك بتكون وصلت للهوست، لانك الهوست تي خلص هو طلعت على الابلكيشن فرح يشوف الداتا. فدائما اذا عم نحكي عن بير تو بير في عندنا اكنولجمنت رح نستناها من الديستنيشن، بعثت له داتا انا بستنى له منه اكنولجمنت انه وصلتني الداتا. بعد ما توصل الداتا رح يصير لها unpackaging وتطلع للابلكيشن لاير. فهاي الباث كيف الداتا، انا عندي داتا على الابلكيشن لاير، كيف هاي الداتا راح تنبعث اوفر ذا راوتر للهوست الثاني. نفس الشيء راح تمر بكل اللاير، بعدها حتنبعث على اللينك اوفر ذا لينك، بعدها حياخذها الراوتر على الفيزيكال لاير راح توصله، بيرجع بيعملها unpackaging تطلع على اللينك لاير، ترجع تطلع على النتورك لاير، وهيك بيكون قرأها الراوتر، عرف لمين يبعثها، شو الديستنيشن اي بي، بس يشوف الديستنيشن اي بي بيعمل فوروردنج للهوست، بيقرأها نفس الشيء الهوست، بتبلش من فيزيكال لاير بتضلها تطلع الباكج لاير اوفر لاير لحد ما توصل الابلكيشن لاير، هيك بيكون قرأها. فهي هي كيف بصير الكوميونيكيشن على الفيزيكال لاير. فمفهوم اللايرنج في شيء بنسميه اللي هو الانكابسوليشن. انا عندي سورس، نفرض هذا سورس A بده يبعث لسورس B. هلا سورس A لحتى يبعث لسورس B في عنده انكابسوليشن معين. انا عندي هذا المسج، هذا الابلكيشن، الابلكيشن اللي حكينا ما بتفهم غير مسج، يعني انا يوزر هون بده يبعث مسج معين لهوست موجود باريا انذر اريا. فنفرض هذا المسج، هلا الابلكيشن اللي بس شوف المسج هذا رح تعمل له forwarding the transport layer. transport layer تاخذ المسج وبتضيف هيدر معين، هي بتعمل له segmentation، بتضيف هيدر من transport layer، بعدها رح ينزل على النتورك. النتورك لاير حتضيف الهيدر، حتضيف ال IP اللي هي destination IP والsource IP، رح يشكل عندها datagram بالحالة هاي. الداتاجرام رح ينزل على اللينك لاير، اللينك لاير حتضيف هيدر جديد لللينك لاير اللي هو مسميه الفريمينج، بعدها حتروح على الفيزيكال لاير بتنبعث اوفر ذا لينك، رح يوصل على السويتش. هلا السويتش بيختلف عن الراوتر، السويتش فيه تو لايرنج بس، هو بقرا الفيزيكال لاير، بقرا الفريم، شاف الفريم، عرف شو الماك ادرس اللي بده يبعث له، بعرف انه الماك ادرس تبع الراوتر هاد، وصلوا الداتا وصلوا الفريم للراوتر. هلا وصلوا رح تيجي عنا على اللينك لاير اللي هو الفريم، يعمل انباكجنج ويطلع على النتورك لاير. النتورك لاير حتشوف الاي بي ديستنيشن اي بي، رح تبعث له للهوست بي اند سو اون. ونفس الشيء هلا هوست بي رح يقرا من لايرنج اوفر لاير من تحت لفوق لحد يضل يقرا لاير لاير، ويعمل انباكجنج للداتا اللي عندنا لحد ما توصل مسج، والابلكيشن لاير حتشوف بس المسج. يعني الابلكيشن لاير ما لها دخل بالهيدرز، ما لها دخل بالاي بيز، كلهم هذول حسب كل ابلكيشن. فهي هي مفهوم اللايرنج. فالحلو باللايرنج ان يعني انا بقدر افصل النتورك عندي، اعرف كل ديفايس شو شغلته بالنتورك، كل ديفايس شو اللي متوقع انه راح يقراه. يعني السويتش هون بالحاله هاي السويتش قرا لي بس الفريم، ما فيه يشوف النتورك لاير وما له دخل فيها،
وبيشوف الفريم، عارف الماك ادرس الراوتر، راح على الراوتر and so on. وبالتالي بنكون كملنا مفهوم اللايرنج او مفهوم التي سي بي والاي بي واليو دي بي. المحاضرات الجاية حتكون مواضيع تانية، مواضيع جديدة بالنتوركينج كونسبت كتير بهمنا نطرحها، وبالتوفيق.